افتتحت وزارة الأوقاف مسجد الفرقان المبني بالجهود الذاتية في مدينة رأس البر بمحافظة دمياط. بالتزامن مع ذلك تفقد وفد من وزارة الأوقاف عددا من المساجد في دمياط تجرى لها عمليات إحلال وتجديد تمهيدا لافتتاحها خلال المرحلة القادمة. نتابع. خدمة بيوت الله مبنى ومعنى وصيانة وترميمة، هدف الرئيس لوزارة الأوقاف من خلال دورها الدعوي. ومن هذا المنطلق جاء افتتاح وتفقد عدد من المساجد الجديدة على أرض محافظة دمياط. الافتتاحات تتوالى مسجدا تلو مسجد، محافظة تلو محافظة. اليوم افتتحنا مسجد الفرقان في مدينة رأس البر، وتفقدنا مسجد الرحمة في إعماره بالجهود الذاتية، أعرق مسجد وأكبر مسجد في هذه المدينة المحترمة، كذلك بالجهود الذاتية دفعا لهم لتقدم عجلة النماء في هذه المساجد. الشعب المصري عامة والشعب الدمياطي خاصة، شعب إذا يعني نودي فيه إلى الخير أخرج خيراته. ولأنها بيوت الله وبعد إقامتها تصبح مصدر إشعاع ونور للبشرية، فتنافس المحسنون في بنائها وتأهيلها سعيا لاكتساب الحسنات في الدنيا والآخرة. مسجد الرحمة وهو في ميدان رأس البر في سدام السوق الكبير، مسجد له قيمة وأقامة. المسجد ده أنشئ سنة 62، عمله مهندس عبد الراضي، عمل 6 مساجد في مصر كلهم بنفس الشكل. وهذا المسجد مسجد له مقام عالي، فلازم يتجدد بحاجة تليق بهذا المسجد. نشكر طبعا وزارة الأوقاف التي قامت برفع المئذنتين على أعلى مستوى، ثم قامت بارتفاع 5.5 متر زيادة عن المأذنتين قبل ذلك. أهل دمياط أهل خير ولهم حب التدين وحب الدين، وبأن حبهم لعمارة المساجد دليل على تشبت هذا الشعب المصري الأصيل بدينه وبثقافته وحضارته. مساجد جديدة شيدت من أهل الخير بإشراف كامل من وزارة الأوقاف لتقام فيها الصلوات بعد أن أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وليد هيكل للتلفزيون المصري.